ثلاث مشاكل قد تواجهك في لاسبشاليستا، واليوم هعلم كيف تتجنبها. المشكلة الأولى تعليق المطحنة، والسبب يكمن بسبب تغيير درجة الطحن والمطحنة مطفية. عشان كذا لازم ما نغير درجة الطحن إلا والمطحنة شغالة عشان نضمن ما تصير معنا المشكلة هذه مرة ثانية. المشكلة الثانية البار ما يوصل للنص، والسبب يكمن في ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول الطحنة مش مناسبة لنوع التحميصة، فلذلك يجب تغيير درجة الطحن مع كل تحميصة. السبب الثاني كمية البن في البورتا فلتر لازم يكون متساوي على الحرف هذا. السبب الثالث كبستك لازم تكون موزونة بشكل صحيح. المشكلة الثالثة الطعم مش متوازن، والسبب يكون بسبب درجة الحرارة غير مناسبة لنوع التحميصة. عشان كذا لازم نغير درجة الحرارة، المستوى الأول إذا كانت الحمصة غامقة، والمستوى الثاني إذا كانت الحمصة متوسطة، والمستوى الثالث إذا كانت الحمصة فاتحة، عشان نضمن ما تنحرق القهوة ويكون الطعم متوازن. كذا أكون وصلت معاكم لنهاية هذا الفيديو. إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الجهاز أو أي جهاز آخر اكتبوا لي إياه في التعليقات. كان معكم ماجد من قناة ماجد رسو، أشوفكم فيديو جديد في أمان الله.